انت تكلمت عليه منتخب الكاميرون، والكاميروني مشى فيه صامويل إيتو لما المدرب اقصي في الربع النهائي في كاس افريقيا في الكاميرون، طلعت علي ايفانتيا نصف نهائي والكاميرون طلع المدرب تعلي ايفانتيا، عطى ماشي طلعوا محمد وقال له استنى نجيب مدرب، لا طلعوا دار مباراه فاصله، كاين مباراه كبيره قد يعني الكاميرون الجزائر، والجزائر في احسن احوالها والكاميرون ليس في أسوأ احوالها، لكن ليس الكاميرون اللي نعرفه. هكذاك محمد تكاليف يا سونغ من تشاكر يعني اخذ بطاقه التاهل لكاس العالم ولعب في كاس العالم وفاز على البرازيل 1-0 في المباراه الثالثه اللي سجل ابو بكر هدف جميل وزاد كمل حتى للان هو معهم سونغ. يا جماعه تبقى مسؤوليه، هذا رايي الشخصي على كل حال، تبقى مسؤوليه تعيين الناخب الوطني الجديد هي مسؤوليه وليد صادي، ولكن وليد صادي يجب عليه ان يشاور عدد كبير من اللاعبين الدوليين السابقين من اعضاء المديريه الفنيه حتى لا يكون اختياره خاطئ، لأنه مسألة تعيين الناخب الوطني الجديد هي مسألة معقدة، وقد أعطيت عدة أمثلة، قلت بأنه فيه أربع مدربين يا جماعة في ظرف عام أو عام ونصف تداولوا على تدريب المنتخب الوطني الجزائري، أعيد ذكر أسماءهم، عندك رايفاتس، عندك ماجار، عندك ليكانز، وعندك الكاراز، أربع مدربين في فترة عام أو عام ونصف بسبب سوء اختيار المدرب. إذن علينا توخي الحذر، وأنا لست مع ذلك الطرح الذي يقول علينا الإسراع في تعيين الناخب الوطني الجزائري لأنه لدينا تحديات. أي تحديات؟ مواجهة غينيا لا أراها تحديا عظيما وكبيرا، وأي مدرب جزائري أو أي طاقم جزائري بإمكانه قيادة المنتخب الوطني. ناخذ كامل وقتي، ناخذ شهرين ثلاث شهور، المهم اختياري يكون صحيح، لما نختار هذا المدرب ونختار الطاقم نبدا على قاعده صحيحه. الاسراع في تعيين مدرب الان بيتكوفيتش كارلوس كيروش، وما عندكش خيارات كبيره متوفره الان، ما راناش نختاروا بين 6 أو 7 سير ذاتيه في اعلى مستوى وحاطينها، جيت تختار يقول لك بيتكوفيتش كارلوس كيروش، تتحدث على رينار يقول لك عقده في يعني ما يدخل جوليان لو بيتيغي في الوسط. الاختيارات تبدو محدوده. نعم فقط لو بيتيغي. اتمنى ان يتريث وليد صادي في تعيين الناخب الوطني الجديد، افضل ان نخسر مباراه ثم نربح 10 مباريات ونربح ناخب أفضل. وطني جيد ويستطيع قياده هذا المنتخب افضل من الاسراع نربح مباراه غينيا وبعدين يكون الفشل على المدى الطويل. سأعود إليك عمر، ولكن بعد فاصل إشهاري نتابع بعده هذا البرنامج الحواري. مشاهدي الأفاضل إذا تكرمتم تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأفاضل من جديد، أنتم معنا في برنامج في قلب الكان والنقاش محتدم حول هوية الناخب الوطني الجديد. إليك الخط عمر. يعني النقطة اللي حبيت نضيفها أخي محمد، لو ناخذوا الكلام اللي تكلمت عليه أنه نخلو رينار ويكون مدرب، لكن عندنا مثال المنتخب البرازيلي وضع ثقه في مدرب فلومينيزي دينيز لمده عام حتى يجي انشيلوتي في 2024. صحيح، ولكن بعد ذلك لم ياتي انشيلوتي، ولكن انشيلوتي مدد عقده والان منتخب برازيلي وجد حتى نعم حتى العقد كان محدد مدرب آخر كان محدد بسنه فقط مرحله انتقاليه ثم 2024 ياخذ انشيلوتي. نعم. ولكن وقع العكس، يعني ممكن هذا الخيار يكون خطا. لا الطرح تاع عمر بودي في المستوى، لانه مستحيل انك تراهن على مدرب وتنتظر مده من الزمن، قد يكون خيار موافق واحد ما على باله اذا رينار ينجح او كيروش ينجح او قد يفشل، لكن انا اظن قلتها لكم في البدايه انه رينار لانه فرنسي لن يتم انتظاره، يعني رينار ورقه رينار عفوا تم وضعها جانبا، هناك اسماء اخرى مرشحه لتدريب الخضر لن يكون رينار، لانه مستحيل ان نشوفها من جانب الكره ومن جانب المنتخب الوطني ومن ينتظره انك تنتظر هذا المدرب لغايه سبتمبر. هناك مدربين يعني متوفرين في الساحه، ما كاش اسماء كثيره اللي تملك خبره في افريقيا، لكن كاين اسماء محترمه جدا، يعني مدرب مثل كيروش، مدرب بسيره تكلمنا عليه مقبل، مدرب بسيره محترمه، تخلي كيروش اللي راه متوفر وحر واي التزام تنتظر مدرب لمده 7-8 اشهر، انا نظن انه فيها تقليل من قيمه المنتخب الجزائري. من المستحيل محمد في الطرح تاعك، يعني الطرح تاع انه يكون طاقم فني محلي، انا معاك في هذا الطرح، لكن انك تدير طاقم وتستنى يعني رينار هذا شيء مستحيل محمد، هذه ما صعب انها تكون. نشوفوا المنتخب الكوت ديفوار، منتخب الكوت ديفوار يعني لما خسر 4-0
أقل المدرب الأول المدرب الثاني راه يدير في النتائج، روح فهمها محمد. المدرب اللي درت فيه ثقة، المدرب اللي عطيت له كامل الصلاحيات، اللي عطيت يعطيك صحة وعنده خبرة كبيرة في أدغال إفريقيا، ما جابلكش نتائج. المدرب المساعد يخرج بالفريق لبر الأمان. المدرب المساعد كيما تكلم ميدو صح، لما يكون مدرب ما عندوش أنفيرغور، يعني ما يكونش مدرب كبير، يقدروا اللاعبين يستصغروا هذا المدرب ويكونوا تكتلات ويكونوا عدة أشياء. لكن أنا نشوفه محمد رغبة المنتخب الكوديفوار أنك تزيح يعني حامل لقب اللي هو السنغال، هذا شيء ليس بسهل. هذا عمل هذا المدرب يعني للجوة، هذا يعني يكون عرف كيف يتكلم مع اللاعبين، عرف كيف يوصل الرسالة للاعبين المنتخب الكوديفواري باش يحققوا هذه النتيجة هذه ضد منتخب سنغالي، منتخب كبير، منتخب اللي صعب أنك توقفه في الوقت الراهن. نعم، فكرة الانتظار يعني هي ليست فكرة شخصية تم تداولها في العديد من المنابر، وما أردت قوله أنا شخصيا هو عدم التسرع في تعيين الناخب الوطني الجديد. بعد ذلك تنتظر نار أو تأتي بعلان أو تأتي بفلان، المهم الاختيار تاعك يكون صائب وتختار بروية وبتأني وبدراسة علمية، لا تختار هكذا جزافا رجما بالغيب نعين هذا المدرب لأننا أمام تحدي الفوز على غينيا. هذا لا يعتبر تحديا عظيما، ولعبنا فقط جولتين من نهاية كأس العالم والمسيرة ما زالت شاقة وطويلة، حتى لو تعثر في مباراة تقدر تستدرك في مباراة أخرى. أمين، حتى نغلق هذا الموضوع، ما هو المدرب، من هو المدرب الأنسب الذي تراه لقيادة الخضر من بين الأسماء المتداولة؟ حسب الظروف قلنا كيروش محمد. كيروش، أنت تفضل كيروش؟ نعم، متاح، يتحدث اللغة الفرنسية، لديه باع طويل في كرة القدم، يكفيه أنه درب ريال مدريد في فترة الجالاكتيكوس، كان مساعدا لسير أليكس فيرغسون في نادي مانشستر يونايتد، أهل إيران ثلاث مرات متتالية إلى بطولة كأس العالم. جلقهم أعتقد متأهلين، لا بعد إقالة المنتخب. نعم. المهم قادم هو في المونديال. نعم، قادم ثلاث مونديالات متتالية مع مصر في ظرف 4 أشهر في نهائي كأس أمم إفريقيا، خسره بركلات الترجيح، ركلات الحظ. لذلك حتى من الناحية النفسية اللاعبون الآن لما يشاهدون كارلوس كيروش على رأس العريضة الفنية المنتخب الوطني الجزائري، تكون عندهم ثقة أكثر في قدراتهم وقدرة المنتخب على النهوض من جديد. لذلك أرى أنه حاليا نظرا للظروف أكرر هو الخيار الأحسن، لأننا لا نملك خيارات كثيرة مثلما قلناه سابقا. لذلك حسب الظروف الراهنة وحسب الأسماء المتاحة حاليا، كارلوس كيروس أحسن ربما من بيتكوفيتش بمراحل. قلنا أنه متوفر، يحسن اللغة الفرنسية، لذلك نعم سبق له أن درب في إفريقيا، كل المعايير التي يستلزمها تدريب المنتخب.